موضوع الخروقات، احنا مارسنا الانتخابات معاهم، اصور انك كنت اول متضررين ب 2018 عندما قامت احد الاحزاب الموجوده الان بالسلطه بحرق صناديق انتخابات الرصافه، وبالنتيجه خسرنا الانتخابات او خسرنا المقعد ان في صح التعبير، لكن لم نخسر الانتخابات. الان السيناريو الذي ارتضيتموه في 2018 استقبلوه الان عليكم، مثل ما انتم فعلتوا على غيركم الان عليكم انتم، فعليه تستقبلون برحاب الصف. من اللي حرق ب 2018؟ السيناريو هو واضح ومعروف، سيد وزير الداخليه يعرف، المفوضيه تعرف، السيد العبادي الان اللي هو جزء من الاطار التنسيقي يعرف جيدا هو من حرق. فسيدي الكريم، انت مثل ما تدين تدان، مثل ما تمارس التزوير يمارس عليك التزوير، مثل ما تريد ان تهمش الاخرين ستهمش يوما ما. يعني اليوم اللي طلعوا الجمهور اللي موجودين الان والمعتصمين، نعم، هم من ضمن اللي او اللي يتبعون لجهات حرقت ب 2018؟ الجمهور شيء، لا انا ما اقول هسه الجمهور، ده اقول ينتمون او يؤيدون على الاقل يتبعون. على الاقل هو نفس الموجودين سكتوا عن انتخابات 2018، ليش هناك سكتوا وليش هناك ارتفعت نبرات اصواتهم؟ ليش؟ هو مو نفس الوطن، مو نفس العراق، مو نفس المتضررين، لكن عندما وصل الضرر، وانا قلتها في يمكن اول مقال افتتاحي كتبته في جريده اشراقات الصدر 2005 قبل صعودي إلى الجمعية الوطنية، قلت إنه الانتخابات شيء والنتائج شيء آخر. قالوا هذا تشكيك، وأحد الأخوان رحمة الله عليه راح إلى رحمة الله. تعتبر هذه النتائج الآن منطقية؟ لا مو منطقية، لا هذه ولا قبلها ولا قبلها، هنالك تدخل دولي في موضوع الانتخابات، لكن أنا الأوان إلى دفع من لا يريدون من لا نحب، والمجيء بمن هو أفضل في استمرارية العملية السياسية في العراق.